وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أولادنا، وأصلح بناتنا، وأصلح أرحامنا، وأصلح جيراننا. اللهم اجعل لنا ولهم في أول عامنا هذا صلاحا، وفي أوسطه فلاحا، وفي آخره نجاحا وعتقا من النار. اللهم أعدنا على رمضان، وأعد رمضان علينا، واجعلنا من الصائمين القائمين يا رب العالمين. تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حرم وجوهنا والحاضرين ووالدينا عن النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم تحرير المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك أن تنصر أولياءك المجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن ترد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم إنا نستعين بك على سكرات الموت وكرباته. اللهم اجعل قبورنا والمؤمنين روضة من رياض الجنة. اللهم امدنا فيها بالروح والريحان والنور والإيمان والرضوان. اللهم واموات المسلمين آنس وحشتهم، وارحم غربتهم، واغفر زلتهم، واقبل حسنتهم، واجعلنا واياهم برحمتك في الفردوس الأعلى. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأخوات الكريمات، لا نزال في دروس السيرة النبوية العطرة، ونتحدث اليوم من ابتداء إسلام حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن بإسلامه اشتدت شوكة المسلمين قليلا، ووجد النبي من يدافع عنه عند حكاولة قريش. مر أبو جهل بالرسول صلى الله عليه وسلم
وهو عند الصفا، أي واقف عند الصفا، فشتم النبي وآذاه وأسمعه قولا آذاه، ونال منه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، ولكنه لم يكلمه ولم يرد عليه. ثم بعد ذلك انصرف عنه فذهب إلى ناد من نوادي قريش عند الكعبة فجلس معهم يفتخر بما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان حمزة بن عبد المطلب في هذه اللحظات كان قادما من رحلة صيد، لأنه كان يحب الصيد، فلما جاء وهو متوشحا بقوسه مر على نادي قريش ووقف يسلم عليهم ويتحدث معهم وهو لا يزال على كفره. وكان أعز فتى في قريش وأشدهم سكينة، أي شجاعة وبأس وقوة. ثم مر حمزة على أنة كانت تسمع أبا جهل وهو يشتم النبي، فقالت لحمزة: لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنسا من أبي الحسن بن هشام وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. فلما سمع حمزة عم النبي ذلك أخذته الحمية والخيرة، لأنهم كانوا يتدافعون من أجل الحسب والنسب، وعندهم حمية الجاهلية العصبية، ما دفعه ذلك إيمان ولا إسلام، إنما كان منطلق دفاعي عنه دفاعا عصبيا لأنه عمه. ولكن الله إذا أراد الخير بالعبد يسر له أسبابه. ذهب حمزة ووقف على نادي قريش وفيهم أبو جهل، ودخل عليه ثم رفع القوس التي بيده وفكه على رأسه، فكه شجت رأسه شجا منكرا وسال دمه، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ فرد ذلك علي إن استطعت. إذا فيك شدة يا أبا جهل رد علي أنا، لا ترد على محمد، تشتمه وأنا على دينه؟ لقد قالها عصبية ولم يكن على دينه، ولكن الله يؤتي فضله من يشاء. وعاد حمزة إلى بيته بعد هذه الكلمة وأبو جهل دمه يشخب على وجهه، وأبناؤه وقبيلته تتنافر من حوله، فقال: دعوها له، إن محمدا يريد أن يوقع بيني وبينه، تركتها له، سامحته، دعوه. فتركوا حمزة، وإلا كان على استعداد أن يدخل معهم في معركة هو بمفرده، ولكنه ذهب إلى البيت وجلس يفكر بهذه الكلمة: كيف قلت أنني على دينه وأنا أعبد الله والعزة؟ الآن كيف أرجع عن هذه الكلمة وقد سمعتها مني قريش؟ احتار بين أن يظل كافر وقد بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا على دينه، وكيف أنه سيلقى قريش غدا عندما يعود إلى عبادة آلهتهم وهو العربي الصادق، وكان العرب أكره ما يكرهون الكذب. الكذب خصلة قبيحة تكرهها العرب في الجاهلية. وأصبح في صراع رهيب طول الليل، كيف يواجه قريش أم كيف يواجه محمد؟ ثم بعد ذلك نادى ربه وقال: اللهم إنك تعلم الحق والخير، وقد قلت هذه الكلمة فأرني الهدى
وأرني الحق، فإن كان دين محمد هو الحق فاشرح صدري له واشرح قلبي له. ولما نام تلك الليلة أفاق في الصباح الباكر وإذا قلبه مشروح للإيمان والإسلام ببركة دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أوصي نفسي وأوصي إخوتي وأخواتي أن الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه بركة، بل إن الذي يبلغ حديثه إلى الناس تصيبه دعوة المحبوب الذي يقول فيها: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي ثم وعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. النبي يدعي لمن يبلغ أحاديثه ودعوته بالنضارة، بنضارة الوجه، يعني نور الإيمان يجعله الله في وجه الدعاء: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه بركة، وهذه الحادثة شاهدة على تلك البركة. دافع عنه حمزة وهو كافر، فكان ذلك الموقف وتلك المدافعة خير على حمزة، إن فتح الله وشرح الله قلبه للإيمان وللإسلام. وأنت يا أختي الكريمة، إذا أردت هذه البركة فدافعي عن محمد، ودفاعك عن محمد التزامك لدعوته ووجودك على طريقته وسنته، وأن تحبي من يحب وأن تكرهي من يكره. فهو عليه الصلاة والسلام يحب آل بيته وآل بيته أزواجه جميعا، وابنته فاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب والعباس وابنه، هؤلاء والمؤمنون الصالحون الصادقون آل محمد وأهل بيته. فمن دافع عنهم رضوان الله عليهم وأحبهم ووقف بجوارهم نزلت عليه بركة ذلك الدفاع. كذلك حب أبي بكر رضي الله عنه وحب عمر والصحابة أجمعين وكلهم عدول، الذين يقول الله عنهم في القرآن: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويشهد لهم بالإيمان والرجولة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فالذي يحب الصحابة ويدافع عنهم تنزل عليه تلك البركة من الله رب العالمين التي نزلت على حمزة يوم أن دافع عن محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صور الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام أن تصححي عقيدتك، أن تصححي عقيدتك في الله، فتوحدين الله ولا تشركين به شيئا. هذا من صور الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط من الدفاع عن إني أعمل مالد أو إنني أحتفل بالإسراء والمعراج أو أنني أحتفل بمولده، لا، إنما الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام التزام طريقته في الإيمان وفي الإسلام وفي العقيدة وفي التوحيد وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي الدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا ألمس هذه البركة في دعوتي. فمنذ 13 عاما أو يزيد، من يوم أن أعلمت على الناس أنني أدافع عن محمد ودين محمد، وأنا في زيادة من الخير والفضل والرحمة من الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. كيف حالي لو أنني دافعت عن ليلين وستالين لعنة الله عليهما؟ كيف أن الله اختارني أن أدعو لدعوته ودينه وأن أرث أنبياءه ورسله، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لن نورث درهما ولا دينارا، إنما الذي ورثناه العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فعندما تحضرين هذا الدرس وتتعلمين هذا العلم ثم تنشرينه بواسطة الشريط أو الخواطر أو الملصقات
أو المحاضرات والندوات أو الأحاديث الجانبية والسوالف الإمامية، فإن بركة الدفاع عن محمد تنزل عليك وعلى أهلك وزوجك وولدك. يعني الأخت اللي تشتكي تقول يعني زوجي لا يصلي ولا يصوم ولا يطيع الله، أنا أقول أحسن طريق لهداية الزوج أن أنت تدعين إلى الله، فإن الدعوة إلى الله فيها بركة يا أخت الكريمة. ادعي إلى الله، ولو أنك تشترين شريط بربع دينار وتعطينه مسلمة، هذه دعوة، هذه دعوة الدال على الخير كفاعله. فلربما هذا المسلم المهتدي انفتح قلب انفتاح ايماني جديد ورفع ايده الى السماء وقال اللهم اني اسألك من كان سببا في هدايتي ان تهديه واهله وزوجه واولاده، فيستجيب الله له في تلك اللحظة فيهدي قريبك او حبيبك او ولدك الى الايمان والاسلام. انظروا هذا حمزة كيف دافع حمية وجاهلية عن النبي فشرح الله صدره الى الايمان والاسلام. ولما اسلم حمزة اشتدت شوكة المسلمين، ثم بعد ذلك دار بين قريش وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شبه مؤتمر، وقد حضره بعض عتاولة الكفر امثال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والنضر بن الحارث والأسود بن عبد المطلب وجمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وكثير من الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عليه الصلاة والسلام استجابة لطلبهم ليرى ماذا يعرضون عليه، فقالوا يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وشفهت الأحلام وفرقت الجماعة، كلها تهم. يعني ما تتعجبنا يا أخواتي إذا قرأتم في الصحف والجرائد والمجلات عن الشباب المدين بأن رجعي ومتخلف ومتعصب ومتطرف وما يفهم، وإذا شفت نبوة الرأي كيف يشوهون الشباب المسلم ويختارون الشواذ حتى يقولون أن كل مدين وكل من تحل مثل هؤلاء الذين يكفرون، لا تتعجبون. هذا منطق الباطل في القديم والحديث، هذا منطق الباطل. اسمعوا ماذا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء يستنقذهم من النار ويدخلهم الجنة، يقولون له هذا الكلام وهذه التهم، شتمت الآلهة، عبت الدين، شتمت الآباء، شفهت الأحلام، فرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك. شوفوا كيف يقول كل أمر قبيح جئت به، وهو عليه الصلاة والسلام قمة في الأدب وقمة في الخلق وقمة في الحياء، ويقولون له ما من أمر قبيح إلا جئت به. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فأجابه النبي بهذا الجواب، اسمعوا أخواتي جواب الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني لا تظنون أن جواب سهل وأن موقف هذا موقف سهل، وهو بروحه الوحدة ليس له مع أحد من البشر مصير، والإنسان لما يكون بروحه ويحيطون فيها غيره يحس يعني أن قلبه منكذب وانه نفسه ضيقه وانه يعني ينتبت يمين فلا يرى احد، ينتبت شمال فلا يرى احد، لان الكثرة قوة والكثرة جماعة ونصرة. ومع هذا ثبته الله وقواه الله ونصره الله. استمعنا ماذا يقول جوابا لكلامهم، ما بي ما تقولون، هذه اول كلمة، كل الكلام اللي قلت فيني هو فيني هذا ظلم، ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به اطلب اموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني اليكم رسولا وانزل علي كتابا
وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا. فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. هذا جواب محمد صلى الله عليه وسلم. فصاحوا عليه مرة ثانية: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضنا عليك، فإنك قد علمت أن ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر لنا فيها الأنهار كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كلاب، فإنه كان شيخ صدق، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل، فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك، وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعث رسولا كما تقول. كل هذا الكلام استهزاء وسخرية بالحبيب صلى الله عليه وسلم، يستهزئون فيه، يقولون له إذا دينك صحيح ربك صحيح يلا خلي الجبال هذه اللي محاصرتنا في مكة تروح تهدم وتنزاح وتصير أرضنا أرض زراعية وفيها أنهار مثل نهر دجلة والفرات ونهر النيل أو أنهار الشام، وأحيي الأموات من أجدادنا وأبنائنا، يطلب منه المستحيل صلى الله عليه وسلم. الله قادر على أن يفعل ذلك، ولو فعل الله ذلك ما آمنوا، لأنهم مجرد يعاندون ويتحدون النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت يا أختي الكريمة انتبهي في دعوتك إلى الله، قد أنت تدعين إحدى النساء العاصيات فتطلب منك أشياء أنت لا تقدرين عليها بحجة أنك لا فعلت كذا، هي راح تسلم راح تؤمن. احذري من هذا الصنف من النساء، فإنها تريد أن تضللك وتريد أن تعجزك، انتبهي. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ذلك ماذا قال؟ قال: ما بهذا بعثت إليكم، ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. عند ذلك صاحوا على مرتاشة وما يضحكون ويتغامزون، فقالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك، فك نفسك يعني منك، سأل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، يعني ملك محامي دافع عنك وإحنا نشوفه، وسله فليجعل لك جنانا يعني حدائق وقصور وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم، يعني تروح السوق تشتري أكلك مثلنا، أنت مو نبي أنت كذاب، لأنك نبي كان الله وكلك وشربك، هكذا يقولون له، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا فيما تزعم. فأجابهم الرسول للمرة الثالثة بنفس الجواب: ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. صاحوا به مرة رابعة وهم يضحكون ويتغامزون، قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا، طيح السماء علينا إذا أنت صادق، فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل، إلا أن تطيح السماء علينا يلا صدق. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إلى الله، إن شاء أن يفعله بكم فعل. فصاحوا به للمرة الخامسة: يا محمد، أفما علم ربك أننا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به؟ يعني شنو هالجواب اللي قاعد تقول لنا؟ جواب واحد: جئتكم بشير ونذير، هذا حظكم من الدنيا والآخرة، يعني ربك ما درى إنك راح تقعد ويانا عشان يعطيك الأجوبة الحلوة، الأجوبة السهلة، الأجوبة الزينة اللي تغلبنا فيها، هذا أكبر دليل على إنك كذاب مو نبي. شوفوا كيف تأذى صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول: أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد، ما لم يؤذ أحد صلى الله عليه وسلم.
أما علم ربك؟ يقولون له. ذلك سيخبرك حتى ترد علينا. فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام وهم يتصايحون به ويقولون: إذ لم تقبل منك إذ لم نقبل منك ما جئتنا به، إنه قد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا، يعني يعلمك هذا القرآن رجل باليمامة يقال له الرحمن، يعني يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الذي يعلمه القرآن مسيلمة الكذاب، يعني هذا القرآن جاء من مسيلمة الكذاب. شوف كيف يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام: وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا. هذا كلام الكفار. فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنا والله لا نتركك ما بلغت منا حتى لا حتى نهلكك أو تهلكنا، يعني ما راح عقب اللقاء نتركك حتى نذبحك أو تذبحنا كلنا. فماذا كانت النتيجة؟ يذبحهم النبي كلهم كلهم واحد واحد، إلا بحكوا عليه تطمزوا عليه جرهم بدينه في معركة بدر من الموهم ورماهم في الجنيد وهم أموات. شفتوا يا أخواتي كيف العاقبة لمن يا أختي؟ العاقبة للمتقين، العاقبة للمؤمنين. فلهذا أصبري فإن العاقبة للمتقين. يقولون له: لا ندعك، إما نهلكك أو تهلكنا. ثم قام قائلهم، هذا عاد آخر واحد قام يتطنز مثل هدومة، يقول: نحن نعبد الملائكة والملائكة بنات الله. قام الثاني قال: لا نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلة. فلما فعلوا ذلك قام النبي عنهم. أصبحت المسألة تطنز الحين على الله وعلى رسوله وعلى الملائكة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه عبد الله ابن أمية ابن أبي أمية ابن المغيرة، وهو ابن عمة الرسول، أشد الناس كانوا على أقاربه. قام ابن عمته وامسكه من يدينه، ما خلاه يروح، امسكه جره. بعدين بسويه قال: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوا لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول، ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل. فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول نبي. وأيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حريصا على هداية أقاربه وهداية أرحامه وقلبه يتقطع. والله مدحه في القرآن لشدة دعائه لأقاربه وأرحامه، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ولكنهم ظلوا هكذا يسخرون ويستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو صابر عليهم محتسبا ذلك في سبيل ربه. أختي الكريمة، اصبري وصابري ورابطي وتحمل الأذى في سبيل الله. وإذا حضرت مثل هذا المجلس الذي يستهزأ فيه بالله ورسوله أو يعصى الله فيه ورسوله، فلا تقعدي بل قومي كما قام محمد صلى الله عليه وسلم. انهضي عنهم، وستنطلق وراءك واحدة شيطانة من شياطين الجن والإنس، تمسكك من إيدك تجرك مرة ثانية، تضحك عليك تستهزئ بك تريد إعادتك إلى مثل هذا المجلس الآثم. فاستديري وعودي إلى الصالحين واسمعي نداء الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كوني مع الصادقين في قلبك، كوني مع الصادقين في جلوسك، كوني مع الصادقين في زيارتك، في تناصحك، في تبادلك، في دعوتك. كوني مع الصالحين صياما، كوني مع الصالحين قياما، كوني مع الصالحين جهادا بمالك، كوني مع الصالحين دعوة إلى الله. أختي الكريمة، هكذا تعلمنا السيرة
كيف نصبر على مقتضيات هذه الدعوة، وكيف نجابه استهزاء المستهزئين وإغراء المغرين. وأملنا بالله كبير وبهذا الدين عظيم والمستقبل لهذا الدين إن شاء الله. فهذا محمد كان من دونهم وحده، ثم أصبحت له دولة وأصبح له جيش، وأصبح جيشه بعد سنوات يغلب الروم والفرس حتى بلغنا نحن في الكويت، فأصبحنا مؤمنين مسلمين. والذي وصل الدين إلى الكويت خالد بن الوليد لخوضه معركة ذات الثلاثل في كاظمة، وكان الفرس هنا يعبدون النار ولا يعبدون الله، فدخلت كلمة لا إله إلا الله لصيحة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإلى هنا نكتفي من درس السيرة لكي نعود بعد ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم ونكمل الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا سوءا إلا طرفته، ولا منفقا في سبيلك إلا أخلفته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا أخذته وقصمته. اللهم نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، ونعوذ بك أن تردنا إلى أرذل العمر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا قرة عين صالحة. اللهم استر بهم وجوهنا عن النار، واجعلهم امتدادا لصلاحنا وإيماننا وركوعنا وسجودنا. اللهم ألحقهم بنا في جنات النعيم والدرجات العلى من الجنة. اللهم حرم وجوهنا عن النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهد أحبابنا إلى الدين واليقين. اللهم نعوذ بك من شح أنفسنا. اللهم اجعلنا أسخياء كرماء برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من الغيبة، ونعوذ بك اللهم من النميمة. اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. نسألك اللهم العافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دور الأسئلة. السؤال الأول: أصابني مرض في رقبتي وكتفي لمدة تزيد عن الشهر، وذهبت إلى الدكاترة كثيرا ولم يفد، فنصحوني بالذهاب إلى حج رمضان حيث قام بلزم كتفي أو بلزق كتفي، والآن أحس أنني أذنبت لأني كشفت عن عورتي لرجل غريب، فماذا أفعل لأكفر عن ذلك؟ تستغفرين وتتوبين وتكثرين من العمل الصالح، والله سبحانه وتعالى يغفر لك. أما المرأة التي يعالجها الأطباء، فإذا لم يوجد هناك طبيبة تعالجها والمرض خطير، واضطرت أن تكشف بعض جسدها، تكشف بالقدر الذي يحتاج العلاج، لا تتعرى ولا تكشف زيادة، وإنما بقدر ما يفحصه الطبيب، لأن هذا لا يجوز. ونظر الطبيب مكان الفحص من باب الضرورات، والقاعدة في أصول الفقه الضرورات تبيح المحظورات في مثل هذا الأمر. أما إذا تأثرت الطبيبة فهذا هو المطلوب. السؤال الثاني: خادم يشتغل في الكويت 25 سنة لم يغادرها، وهو يرسل إلى أهل نقود 4 أو 3 مرات في السنة، وعنده نقود في البنك دارت عليها 2 سنين ولم يلمسها، فهل عليها زكاة؟ نعم، الفلوس اللي موجودة محفوظة عليها زكاة، لأنه غير محتاج لها، ويأكل ويشرب المعاجيبة ويرسل إلى أهله ما يحتاجون، وهذا مبلغ لا حاجة له فيه. فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
فعليه زكاة خلق طلع من البنك يودي بيت التمويل لأن وضع المال في البنك ما يجوز. عندما أصلي أحيانا أمسى رفع إصبعي للتشهد فهل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة، فإن رفع الإصبع بالتشهد ليس من أركان الصلاة وإنما هو من سننها. لدي خدم في المنزل ولقد أعلمتهم أن أي خطأ يرتكبونه ككسر وعاء غالي الثمن أقوم أنا بخصم من معاشهم على حسب قيمة الشيء المفقود، فهل ذلك العمل يغضب الله؟ إذا كان الكسر طبيعي يعني يحدث بالأسبوع مرة بالشهر مرة هذا شيء طبيعي يا أختي الكريمة وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، فقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلصني خيرا منها ولا تأخذين منهم. أما إذا كان الكسر نتيجة إهمال وهذا الإهمال لا يكون فطرة إنما يكون تعمد، يعني الإهمال معين يا أختي الكريمة في خدامة برها يعني ما تعرف مسكينة حتى تحمل الطبق أو صدعة برها فطرة هالشكل، فهذه إذا ثم كسر الطبق تأخذ منها ما راح تدفع معاش. أما إذا كانت لا تعرفين أنها مذنبة وأنها ما تأخذ الاحتياط وأن هذا عن تعمد أو عداوة لأن معاشها قليل تكسر معينك أو ترميهم في الجبال أو تخفيهم علشان تؤذيكي، هذا النوع لا بأس من تعاقبيه هذا العقاب ولا عليك شيء إن شاء الله. أنا سيدة أقوم بقص شعري وصبغه دون أن أشاور زوجي فما رأيك بذلك؟ إذا كان الزوج راضي ولا يعارض هذا ويرى ذلك من باب التجمل له فلا بأس. أما تقصير الشعر إن كان يراد به التشبه في الرجال فهذا ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. أما إذا كانت تقصه للتجمل يعني سر وجهها أمام زوجها أجمل لو أنه كان الشعر طويل فهذا لا بأس به من باب التجمل للزوج سواء استأذنت أو لم تستأذن. أما إذا حلمت أن الزوج لا يرضى لقص الشعر بل يرغب بها أن يكون شعرها أطول فلا تقصه إلا بإذنه. أريد أن أهدي إلى بعض صديقاتي الغير متحجبات بعض الأشرطة لك، فما هي الأسماء؟ في جريت وأختي بعنوان الحجاب الإسلامي أو حجاب المرأة الإسلامي، هذا شيء جيد هذا الله به كثير من المسلمات. كذلك احرصوا على الأشرطة الإيمانية مثل خطبة الجمعة الماضية والخطبة اللي قبلها عن الجنة والنار وطريق الجنة والنجاة من النار والخطب الإيمانية اللي ترقق القلب وتدمع العين، هذه تفتح قلبها بإذن الله، فإذا انفتح القلب بعد ذلك أي بروح التحجب. نسأل الله أن يهديه. طالبة تعاني من مرض الصرع الشديد فهل ينفع أخذها لرجل صالح لقراءة القرآن عليها حيث تأخذ حبة مهدئة في اليوم؟ نعم إذا كان هناك رجل صالح مشهود الله بالصلاح ويقرأ عليها آيات الله وأحاديث الرقى الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بوجود محرم من محارمها لا بأس من ذلك إن شاء الله. ما حكم الذهاب إلى حفل الزواج في منزل وليس فندق وقد كانت الحفلة مطربة ورقص وأغاني ماجنة؟ لا يجوز، حرام حضور مثل هذه الحفلات التي تعقد اليوم وفيها طرب وفيها موسيقى وفيها غناء ماجن، هذه اللي يسمونها الوصلة في وحدة عراقية وتضرب بكلام خليع، كل وحدة شريفة حديثة تأبى أن تسمع هذا الكلام. أخواتي الكريمات إن حضور حفلة الزواج عبادة وبعض الفقهاء يراها واجب، إجابة دعوة الزواج يراها واجبة بعض الفقهاء، فكيف نذهب إلى هذه العبادة وهم يفعلون هذا الفعل؟ نعم لا بأس أن يجلس النساء وحدهم دون الرجال بعيدين وتحضر بعض الأخوات معاها دف أو دفين اللي يسمونه الطار ويجلسون ويبدأون يطبون الطار بحضور الحريم والنساء فقط بعيد عن الرجال وليس مع الرجال صوتهم ويبدأون يغنون غناء يسمعه النساء وتسمعه العروسة والبنيات الصغار يغنين غناء نظيفا حديثا كالذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما تزوجت جاريتها من أحد الأنصار، أتيناكم تحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم ولولا الذهب الأصفر ما حلت بواديكم. هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يطبون على الطهر ويغنونه. ما في باس أنكم مثلا تقولون الأناشيد الحلوة الطيبة الإسلامية بمثل هذا الأمر،
ما في باس انكم تحلفون كلمتين دعاء لهذه المرأة الصالحة ان يوفق الله بينها وبين زوجها وتغمون بالكلمتين الحلوين. اما الذي يفعلونه الان تقعد ترقص وتنتر شعرها وكلمات بايخة من حطة يعدينها من سوء العراق ومن مستنقعات ابو الخصيب ما ظنون ملتقينها ويعلمون يغمونها بين الشريفات العفيفات الصالحات المؤمنات التقيات المحجبات. هذا ما يجوز وهذا ما يحل. فاضرب حاد على المصور اللي يدخل وعلى صاحب المطعم اللي يدخل الكيك والحلاوه يصب القهوه وعلى الهندي اللي يدخل السمبوسه هذا كله مو رياضي عند كريم مع الاسف الشديد يدخل يمين ويحتسب هذه ويدحم هذه ويطالع هذه ويضحك الظل هذه وكذا لك انه رجل اجنبي. هذا ما يحل هذا ما يجوز. فحضور مثل هذه الحفلات المختلطه شوفوا الان اعطيكم درس ايماني واعطيكم درس نكاس بجدار ايماني. فكيف انه يحضر غنى في كلمات غنائية ما جنى سبحان جمعنا بغير ميحات وهالكلمات اللي والعياذ بالله احنا نعرفها لما احنا جاهلين من الامور هذه. فلهذا ما يجوز اخوات الكلمات حضور مثل هذه الحفلات بل علينا محاربتها. واذا دعيتي الى مثل هذه الحفلات لا تحضرينها ولو زعلوا. كنت لصلاة الصبح الساعة 4:30 ولما صليت فتحت الستارة وإلا بالشمس طالعة عرفت بأن الساعة غير مضبوطة. ما ذنبي ما ليس عليك ذنب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اقرأي صلي صلاتك ويعتبر الصلاة وقفة إن شاء الله لأن القلم رفع عن النائم حتى يستيقظ وعن الناس حتى يتذكر وأنت ما تدرين وصلاتك إن شاء الله في وقتها. ولكن مرة ثانية اضبط الساعة وقرأ دعيها قبل النوم حتى تعلمي أن الساعة تعمل صحيح. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.